مساء الخير عليكم أصدقائي، أنتم متعودين أنا يوميا أجيب لكم قصة جن، وحاليا شوية مركز على قصص الجن المسلم. قصة اليوم صارت ويا شخص. طبعا الإنسان كل ما يكبر عقله يتفتح أكثر، يكون عنده وعي يهدأ، لكن صاحب القصة كان عكس. يعني هسه أنا إنسان عمري تقريبا 55 سنة، لا أشياء مو 55 سنة. المهم قبل لا أبدي بسرد القصة وأحداثها الغريبة اللي راح تشدك وكالعادة بيها فائدة جدا للشخص اللي يسمعها، فأريد من عندك تحط لايك حتى توصل لأكبر عدد ممكن إذا تقدر. وصل لي على الحبيب المصطفى وذكروا لي الله يا جماعة الخير، لأن الجن على ذكرهم يحضرون. ويلا نبدي بقصتنا. صاحب القصة اسمه زياد، وانا راح اخذ الدور بيه. الزواج والخلفة هذا الشيء ما لك منه مهرب، يعني لازم انت تتزوج. في ذاك الوقت والدي كان متزوج مرأة ثانية لان والدتي ميتة، وكنت مهمول وانا كنت الوحيد له. والدي ما حافظ علي الصراحة، كنت اسوي اشياء كبيرة جدا قبل سن المراهقة، ما خليت شغلة ما سويتها، وقام يقصر علي بالمصرف. يمكن بسن ال 12 سنة سرقت من أحد المحلات وما أدرى بي صاحب المحل، وظلت السرقة تمشي بدمي. أي حاجة أشوفها أخذها، حتى أحيانا حاجة ما أستخدمها. المهم بسن ال 19 سنة دخلت على أحد البيوت مال الناس الأغنياء، وهناك لزمت، وبعد ما لزمت انسجنت وانحكمت حكم قوي جدا لأن اعترفت على هواي أشياء. بعد ما ظلوا يضغطون علي وقلت لهم أنا صارت كذا وكذا وكذا، وصارت علي عدة تهم. انسجنت بذاك الوقت وظليت بالسجن مهمول، الوحيد أنا ما عندي زيارات، الوحيد أنا ما حد يجي ويسأل علي، وحتى أهلي يعني اللي هو والدي وزوجته ما كنت أعرفهم وين، ولا حاولوا يتواصلون وياي. الناس اللي كانوا وياي بالسجن كانوا يساعدوني، واحيانا حتى ينطوني فلوس حتى اقدر اشتري من الحانوت او الاسواق اللي موجوده بالسجن. واول سنه لي بالسجن كنت متندم على الاشياء اللي سويتها، وبعد ما شفت الحياه الطبيعيه ماي واكل وكهرباء وانا متعايش قلت لا، على شنو اتندم؟ انا اذا طلعت مره ثانيه اسرق منين اجيب؟ وصارت تعدي علي الأيام والسنين. بيوم من الأيام تعرفت على شخص جابوه جديد. طبعا أنا سويت علاقات بداخل السجن، وقمت تقريبا أطبب أشياء اللي جوه، يعني تقدرون تقولون أنطى مثل الرشاوي كذا، يعني قدرت أسوي بزنس خاص بيه بداخل السجن. المهم بيوم من الأيام كان أكو شخص جايبينه جديد كبير بالسن. هالشخص هذا كان منعزل عنه تماما، واحيانا يتكلم. تعرفون انتو بالسجون اكو قرائين ناس تصلي، هالشخص هذا كان لا صلاة ولا كل شيء، واذا سمع صوت الاذان كأنه شيطان يسد ذانه وما يريد يسمع لو يقوم يكفر. كل السجن كان دائما يتعارك وياه وينضرب ويتضارب هو كذلك، وكان احيانا يؤذي العالم، واكو ناس كانت تخاف منه واكو ناس لا، وكانوا ياخذونه دائما يذبونه بالزنزانة الانفرادية. الرجل هذا كان كبير بالسن، وكنت انقهر عليه لما يتعاركون وياه. بيوم من الايام اجى علي وحاول يصادقني، وبدا يقول لي انا بدي اصير صديق لك وانا محتاج عدة اشياء. المهم اخذ له يمكن اسبوع كامل يتماشى وياي بداخل السجن، نسولف على قضيتي وعلى قضيته. فسألته وقلت له هو انت شنو قضيتك؟ قال انا قضيتي اساعد الناس. قلت له يعني شلون؟ ما افتهمت. قال انا اساعد الناس، انا رجال اتعامل ويا الجن. وحكاها الي بصوره واضحه. قلت له يعني شلون تتعامل ويا الجن؟ قال انا اتعامل ويا الجن المسلم، لكن الناس يقولون انت انسان ساحر وكافر. تخيل بعد ما عالجت ناس، بعد ما رزقت ناس، بعد 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 اخي شي يروحون يشتكون علي بسبب بنيه جابوها عالجتها وقامت تشوف أشياء وتقول لهم الشخص اللي وديتوني عليه يوميا يجي علي بالليل يتعدى علي سريريا ويروح ويلقون كدمات عليه،
وبعدها بيوم من الأيام ظلت تنازع، ويوم اللي دخلت أمها عليها قالت لها كان موجود يمي هو اللي سوى بي هذا الشي، وبعدها أول ما ماتت راحوا وما أعرف شنو وجابوا الحرز اللي أنا كنت مسويه لها، وبعد ما فتحوه قالوا هذا طلسم وأنت مسوي بي هذا الشي وأنت كذا، المهم جابوني بالباطل، وهسه أنا محكوم 4 سنوات واحتمال ما أطلع إذا زادت علي الدعاوي. المهم بعدها يمكن بأسبوعين من العلاقة بيني وبينه اجت عليه دعاوي وصعد مرتين وثلاثة وصارت السنين تعد عليه، فظل يطالع بوجهي وكان متفاخر ويقول أنا إذا أموت أنا راضي عن نفسي، أنا سويت كذا وسويت كذا وانطيت وساعدت، ما أعرف هو يحكي الصدق أو يكذب. المهم قلت له أنت شرايد من عندي، شنو حاب أقدم لك خدمة؟ قال أنا ما عندي أحد يساعدني وما عندي فلوس، وأنت مثل ما جاي تشوف أريدك تطبب لي عدة أشياء، كانت أكو أشياء سهلة، وبعدها قام يطلب مني أشياء صعبة، يعني بخورات معينة على أشياء ثانية، غريب جدا أمر هذا الرجل. بعد ما طببت له الأشياء اللازمة، الناس اللي كانوا يضايقونه دائما بالسجن ويقولوا له أنت ساحر أنت كذا، صاروا ينصرعون واحد تلو الآخر، وهو يجلس بالزاوية ويضحك. بيوم من الأيام دخلت بوقت متأخر دورة المياه مال السجن اللي كانت قريبة جدا على الملحق، والسجن كله نايم. سمعت صوت مال كلام وتمتمات غريبة داخل الحمامات، وكان صوته، فبعد ما سمعت الكلام الغريب اللي كان يردده والتمتمات الغير مفهومة صار عندي فضول. المهم فتحت الباب، وطبعا انتو تعرفون بالسجن اكو مكانات الاضاءة تظل مشتغلة بيها، والسجن كان بيه كاميرات لكن دورة المياه ما بيها اي كاميرا، واللي حدث هنا لقيته بس بالبوكسر يعني الملبس الداخلي، نازع كل هدومه وظل يطالع بيه، وكان جالس على الارض وشاعل شمعة وكاتب بالفحم داير مدايرها على الارض. اول ما شافني قال لي شلون تفتح علي الباب وتدخل، وكانت عيونه نظراتها مو طبيعية كلها شر وغضب، أول مرة أشوف شكله هيك متغير، ضعيف جدا وجسمه هزيل وشايب وعنده تجاعيد بكل جسده، وتكلم وياي هذا الكلام، فقلت له ما أدري وأنا جيت أريد أطب. المهم قال لي سد الباب، وبعد ما سديت الباب طلعت من دورة المياه وأنا أتراجف، ما كنت أصلي من الخوف والشي اللي شفته، يعني رحت مباشرة ووقفت وبديت أصلي، وبعد ما كملت الصلاة تذكرت هو أنا أصلا ما كنت طاهر، فرجعت مرة ثانية قلت أتوضأ، وقفت بالباب مال الحمام متردد أدخل ولا ما أدخل، وأول ما حطيت رجلي قال لي ارجع ولا تدخل وروح نام مكانك. هنا أنا أول ما سمع الصوت رجعت أركض، دخلت بالسرير ماتي وانا حاير وكرسي عطالع واناظر، كانوا يعني الشباب يروحون للتواليت او دورة المياه ويرجعون وما يدرون يعني يمكن بي معقولة، فحبيت اروح واشوفه، وبعد ما رحت وتقدمت على المكان اللي هو ينام بي لقيته نايم، وما متأكد اذا هو رجع باثناء انه انا كنت اتقلب، قلت لا اكيد هو ما. المهم صار عندي فضول ازيد، قمت مرة ثانية رحت الدورة المياه ولقيت كل شي ما موجود، اخاف انا كنت احلم اكيد لا. المهم رجعت للفراش عدت الليلة كلها، وبصباح اليوم الثاني رحت عليه حتى اتأكد منه، طالع بوجهي وقال لي ترى اللي سويت البارحة كان غلطة كبيرة وبالقوة سكتتهم، انت لا تستهين بي وبقدراتي، ترى انا اتعامل ويا جن مسلم صح هما طيبين لكن الشي اللي سويته غثهم جدا، وانا بالقوة حشتهم عنك. فقلت له شنو جن مسلم شنو اللي كنت تسوي انت اصلا بدورة المياه؟ قال له تواصل بين فترة وفترة وياهم وهاي الطقوس والجلسات هم يحبوها. قلت له شلون جن مسلم وبدورة المياه؟ قال عادي هسه اذا انت مسلم يعني ما تدخل دورة مياه؟ ظليت اطالع وكان كلامه منطقي بالنسبة لي اكيد يعني يدخل. قال بعدين انا ما عندي مكان، انت تعرف ان المكان بيه كاميرات
وما راح أقدر أسوي. أنت إذا عندك صديق وتحبه ويطلب منك طلب تسويه له، لا خاصة إذا أنت مستفاد منه. قلت له إيه أسويه. وبعد هذا الموقف تقريبا بعدة أيام، وأنا بديت أحلم أحلام غريبة، وكنت أروح وأتكلم له ويقول لي خلاص لأن أنت سويت شغلة غلط، هاي الأحلام طبيعية فترة وتروح منك. المهم بيوم من الأيام طلب من عندي طلب وقال لي اسمع، أريد أنا وياك ننتقل لمكان ثاني، أنا ما أقدر أستغنى عنك وأنا راح أفيدك، أوعدك أفيدك. قلت له وين ننقل؟ قال ننقل القسم هيلقيت كذا وكذا بالملحق، الملحق ما بي غير أشخاص اثنين ومقدور عليهم، يعني المكان ثاني، هذا المكان ما يوالمنا. طبعا نقلنا المكان، هالمكان هذا ما يخلون بيه سجناء عاديين، يخلون الناس اللي مسوية أشياء ما تنطاق، يعني ما أرد أقول الكلمات وعذرا يعني للقول، يعني المغتصب وغيرها أشياء خلاص، يعني المكان حتى ذكر ما بيه، حتى إذا واحد راد يذكر يعني خلاص هو من الداخل مات مو نظيف، وإذا قرر يصير نظيف فراح يترك هذا المكان. وبعدها ما أعرف شلون صاحوا اسمانا وقالوا جيبوا أغراضكم ننقلكم، وورا ساعات تقريبا بعد ما كلمني وافقت. وفعلا رحنا لقينا المكان هذا، الردهة أو القسم هذا كان ما بيه غير أعداد قليل، وإحنا رحنا وجلسنا بالملحق وبدأ يسوي الأشياء علنا أو بوقت متأخر وكاميرات موجودة. سألته وقال لي إن الكاميرات ما يشتغلن، وبدأ يتكلم علي عدة أشياء صارت وياي. تخيلوا سرقات بعمر ال 11-12 سنة أنا مسويها ما أتذكرها صار يذكرني بيها، وصارت السنين تعدي. وبعد ما طب عمري تقريبا يعني بحدود 30 هستو دخلت، وبعد تقريبا 5 سنين يلا أطلع. أجاني الصبح ببشارة قال لي اسمع راح أبشرك بعد فترة قصيرة جدا أنت راح تطلع، أكو عفو وأنت مشمول بي لكن أنا ما أنشمل بأي عفو، راح تطلع بهذا العفو وأنا أريد أغير حياتك، تريد تتعامل مثلي ويا الجن؟ قلت له زين ليش؟ قال أنا بالنسبة لي هالسكارت محترق عندهم، ما جاي يسوي الأشياء وما جاي يلبولي الأشياء الكاملة، راح نطيك هذا الخاتم اللي أنا لابسه. انطاني خاتم يعني خاتم عادي جدا، قال لي هذا الخاتم من عندي لك وراح أدليك ببيتي، البيت مالتي مقفول وما بي أي أحد، إذا حاب تجلس بي وتقعد اجلس، وراح تلقى عدة كتب وأشياء لا تتقرب عليه. ودلاني بمكان بي صندوق هو ضامه يعني عن عيون الناس وكذا، قال لي تروح تطلع هذا الكتاب وتحاول تقرأ بيه وتفهم الأشياء الموجودة. أنتوا هسه جاي تسمعون الكلام مني، لكن أنا بساعتها هالرجل هذا قلت عليه جاي يهدي، هالرجل هذا مريض كذاب، شنو كتاب شنو صندوق شنو أنا ضامه بعيد عن الناس وبي أسرار وبي ما أعرف شنو. المهم قال لي أنت هسه إنسان غير معروف وما حد يعرفك، لكن بعد ما راح تقرب هالكتاب هذا راح تتغير حياتك. قلت لي يعني تريدني أصير ساحر مثلك؟ قال أنا مو ساحر، كلكم تشوفوني أنه أنا ساحر ودجال، لكن أنا جاي أفيدك. أنا اليوم لما نجيتك ونصحتك وقلت لك راح تطلع بعد أيام أو بعد فترة راح تطلع، يعني هسه أنا ضريتك؟ قلت له لا. قال أنا أتعامل ويا جين مسلم، والكتاب اللي أنت راح تقرأ فهو كتاب للجن المسلم، أما باقي الكتب لا تتقرب عليها. قلت له هو هذا الكتاب شنو؟ قال هذا خلاصة راح يخليك تحضر جن مسلم، وهالجن المسلم هذا غير مؤذي، هالجن هذا راح يعلمك طريقة تنزل بيها الأموال عليك مثل المطر. أنواع الجن الموجودين والقبائل اللي موجودة بهالكتاب هذا راح يساعدوك. قلت له والخاتم اللي انطيتني اياه؟ قال لي الخاتم اللي انت انطيتني اياه هذا الخاتم يعني راح يفيدك بهواي اشياء، وراح تقدر تتواصل ويا الخادم اللي موجود بي. الخاتم هذا كان من الفضة، اما بالنسبة للحجر ماله فكان حجر لونه ابيض وبداخله مثل الخط الاسود اللي كان متموج. احيانا اظل طالع بي اشوف الخط مو خط عدل ولا خط اصلا، كأنه واحد وواقف وكان يعني حاط ايديه بهذا الشكل على صدره. المهم هالرجل هذا كان يتحدث وياي عن الأشياء اللي سواها
وعن بدايته بهالطريق. قال لي هذا الطريق ما صار يعني من الفراغ أو مو أنا اللي رحت عليه، هو اللي اختارني. قلت له شلون؟ قال بيوم من الأيام وأنا صغير كنت ألعب ودخلت بأحد البيوت المهجورة حتى أختل، وبعد ما ختلت لقيت واحد يضربني على ظهري وأنا عبالي أحد أصدقائي. يوم اللي التفتت لقيت رجل كان لابس ثوب لونه أخضر، والرجل هذا كان وجهه ينطع على اللون الأزرق، وكان شايل بإيده مثل الفانوس مضوي. وسألني وقال لي أنت فلان؟ من الخوف جاوبته وقلت له إيه. بعدها ضحك بوجهه وقال لي أنت ليش خايف؟ وبعدها مد إيده وقال لي الزم إيدي، وأول ما لزمته ما أعرف شنو اللي صار بيه، لكن بعدها حسيت أني واقف أمام البيت مالنا. وبعد ما دخلت والدي بدأ يصرخ علي ويقول لي وين كنت؟ صار لك 14 يوم ما موجود، سألت كل الناس عنك، أنت وين كنت؟ وبدأ يضرب بيه وكتني. وبالليل أنا نايم سمعت أكو حركة بالغرفة، عبالي يعني أحد دخل علي الوالد كذا، لكن يوم اللي صحيت لقيت رجل نفسه يقول لي خلاص أنت حياتك راح تتغير. ومنك بدت الأشياء، اتزوجت من إناث الجن، سخر الجن، وبعدها كان عندي شك خلوني أقرأ كتب ثانية للجن الكافر والفرق بينهم وكذا. المهم اختصيت النواني بالعلاج، كنت ما أحب يعني النواني تجيني أموال، فأنا بسيط جدا، حاجات كانت تجيني بسيطة جدا من الناس الفقراء. سألته وقلت له ماكو بشر ما يحب الفلوس، أنت ليش ما استخدمت هذا الكتاب؟ قال أنا استخدمت هذا الكتاب وشفت عليه فلوس، لكن الناس يعني ما ترحم، قاموا يتكلمون بي كلام أنت منين تجيب أنت كذا. فبديت أصدق وأنطي، وقررت يعني أفيد واحد اللي يستاهل بهالكتاب هذا. فسألته قلت له يعني ما معقولة ما جاي يقتنع، قال أنت هواي ساعدتني انطيتني، وفعلا أنا كنت واقف وياه بسجنت. فكلامه ما كان مقنع نهائيا، وبعد الفكرة ما داخل براسي. سألته قلت له هو أنت صلام الصلي أي جن مسلم اللي أنت تتعامل وياه؟ قال لي حقك، ترى الصلاة لها هواي أشكال، وصلاة الجن غير صلاة الإنس. وبدأ يخدعني أكثر وبدأ يطببني مواضيع أكثر وأكثر، يقول لي أنت تقدر تصلي بس بعيونك، أنا أصلي بس بعيوني. أقول له ما شفتك يوم من الأيام توضيت حقيقي. يقول لي أنا الوضوء مالتي يختلف، أنا الوضوء مالتي بعالمه، أنت تتخيل أنا نايم لكن أنا وروحي بمكان ثاني. بدأ يتكلمني عن أشياء ثانية، الخروج من الروح غيرها، بدأ يعني ينطيني أشياء تصير، فلان راح يتمرض، فلان كذا راح ينقل، فلان راح يطلع. وفعلا الناس كانت يعني أشياء غريبة، وهالرجل هذا يفهم بهالأمور. لكن يوم اللي أسأل عليه هو ليش ما يسوي حل لنفسه، يقول لي يعني ما أقدر أسوي لنفسي لأن هم اختاروا إلي هذا المكان لغاية ما يأذنون إلي، احتمال أنا سويت غلطة ما قبلوا به. المهم عدى شهرين وفعلا جاني إطلاق سراح، أنا كنت مشمول بالعفو. وبعد ما طلعت فرحت جدا ورجعت أدور على أهلي ونسيت تقريبا الموضوع. لكن يوم اللي رحت على الوالد لقيت كبير وما ميت وطردني وعنده أولاد، وضعيت البيت مخربطة. قررت خلص أروح على البيت مال هذا الرجل اللي قال لي عليه، كان بقرية أو محافظة ثانية. وبعد ما رحت لهناك وهو يعني قال لي تلقى المفتاح بكذا أو كذا، وإذا ما لقيت أكسر، ما لقيت المفتاح كسرت الباب ودخلت للبيت. البيت كان حار من الداخل وإلى ريحة مو طيبة، أكيد متروك من زمن طويل. بعدها قمت أفتر بداخل البيت، هذا مكان راح أظل جالس بي. المهم بعد دخول البيت يمكن يعني بساعة، يعني دخلنا بالمغرب لأن أنا رحت العصر، مقرر أبات بي أصلا لكن لا كهرباء لا إضاءة. اندقت الباب لبرا، وبعد ما رحت وفتحت الباب لقيت رجل مبتسم بوجهي وقال لي أهلا وسهلا بيك. الرجل هذا كان شاب بلحية بيضة وشعر أبيض غريب وبعيون مكحلة كحل قوي جدا، البؤبؤ مال عينه كان ينطي على اللون الرصاصي الفاتح كأنه عيونه مال واحد ضرير. وبعدها قال لي راح أدخل قدامك
أسوي لك الكهرباء وأخلي البيت يشتغل، لا تدخل وراي. ودخل يتمشى الرجل هذا غريب جدا. بعد ما دخل يمكن دقائق عديدة وأنا واقف برا، شفت الإضاءة اشتعلت بالبيت. دخلت أتمشى ولقيته جالس، قال لي تعال واجلس قريب مني، وجلست وقال لا تخاف، أنا واحد من الجن اللي راح يساعدك بمسيرتك. قلت له يعني هسه أنت جني ولا إنسان؟ قال طالع على الخاتم اللي بيدك. يوم اللي طالعت على الخاتم اللي بيدي شفت الخاتم مو كان ما هو أبيض، وكان بيه خط أسود، لقيته قالب على اللون الرمادي. قال شو وقت ما تشوف اللون مال الخاتم هيج اعلم انه اني خرجت لك وعفته. قلت له يعني انت كنت بهالحجر هذا الصغير؟ قال نقدر نسوي اشكال، ومثل ما وصاك تندل الكتاب وماكو حاجة، اليوم استراحة لك، ولا تخاف تسمع اصوات، تحس اكو اطفال تمشي، لا تخاف احنا نكون نشطين بالليل، وهذا البيت من زمان احنا بيه، لا ترتعب من عندنا ابد، ما اريد هاي الرجفة البيدك ودقات قلبك تسارع ما أرد أسمعها مرة ثانية، أنت جاي على خير وعلى عز. وبعدها تركني وطلع. قررت أروح وأدور على المكان اللي قال بيه صندوق. طلعت الصندوق ولقيت قطعة قماش كانت كلها أحرف وكتابات وإلها خيط. فتحت هاي القطعة مع القماش لقيت كتاب بيه، ولقيت عدة شموع، ولقيت أشياء ثانية مثل أواني صغيرة، لقيت أواني من الزجاج، المهم أشياء كانت بالصندوق. الظاهر هاي كلها يستخدمها يعني للسحر أو لتحضير الجان المسلم مثل ما هو قال. وبعدها طلعت الكتاب، الكتاب هذا كان اسمه علوم وتحضير وتسخير الجن المسلم. الكتاب كان كتاب قديم جدا وشبه مهترئ، الأوراق مالته يا دوب تقدر تقلب وحدة عن وحدة. وبعدها الكتاب ما كان يعني واضح جدا من الطبعة القديمة اللي كانت بي، فبديت يعني أتصفح بي أقرأ، غريب جدا الكلام والأشياء اللي جاي أسمعها، والمشكلة كل كلمتين ثلاثة مكتوب تحضير الجان المسلم، كأنه واحد ماثق أو كأنه واحد جاي يقول لك أنه هذا الكتاب ترى مال تحضير جن، يعني شلون أنت شغلة ما مقتنع بيه. لغاية ما قمت أدوخ وقمت أشوف الكلام كله واحد، تحضير جن مسلم تحضير جن مسلم، وبهلتنا قامت الكلمات مثل اللي تتبدل قدامي وراسي. فد مرة صدع، طبقت الكتاب ورجعت على كيفي برفق، ردت أقوم من مكاني مثل اللي هويت وطحت على الأرض، وصحيت وأنا ممدد بجانب الصندوق دنيا الصبح، وكنت حتى جوعان. وبعدها قمت من الأرض وراسي بيفت حاجة ثقيلة، الدماغ تقريبا وزنه كيلو ربع أو شوية أقل ما أعرف، كأنه دماغي يعني ما موجود داير مدايرة الكيس أو المي اللي يحمله، لأن هسه دماغك طايف في سبيل لا تحس بالثقل مالته، كأنه أحس دماغي يعني فد مرة كنت أحس عيوني بالقوة جاي أفتحها. راسي ما أعرف إيش بيه، بيه فد أمر غريب، أمشي وأضرب بيه أحس إنه أكو شيء يتحرك بداخله. المهم طلعت لي برا، وبعد ما شفت الشمس كأنه أول مرة أشوفه، حياتي كانت صفر عدم، طلعت يعني عمري كبير ما أعرف راح ألحق ولا ما ألحق. قلت خلاص أنا ما يهمني، هذا الكتاب اللي قال عليه إذا استفاديت منه استفاديت، وإذا ما استفاديت أرجع للسرقة مرة ثانية ما عندي إشكال، لكن هالمرة بحكمة يعني أجيب فد حاجة كبيرة. تصور الإنسان يعني مثل ما قلت لكم بالبداية، المفروض لما يكبر يصير عنده وعي، مو يظل على ليفل معين او ينزل للادنى. المهم وانا جاي ناظر بالحديقه الخارجيه شفت دراجه هوائيه قديمه، تاياراتها كانت على الارض او كفراتها على الارض، قررت يعني اصلحها، وبعدها اخذتها ومشيت ما اندل بهاي القريه او المنطقه اذا كان اكو محل او لا، وكان عندي مبلغ من المال بسيط جدا قدرت اخذه من الوالد بعد ما طردني، توسلت بيه وقلت له بس انطيني يمشي امورش كم يوم وانطاني. المهم طلعت بذاك الوقت واخذتها، مشيت يعني عن البيت تقريبا بالعشرين الى ثلاثين متر، واحد بدأ يناديني، التفتت لقيت رجل جاي من بعيد وسألني
وقال لي انت منو؟ قلت له الشخص اللي كان ساكن هنا أنا قريبي. قال وين هو؟ قلت له بعده مسجون. قال مسجون؟ ليش هو مو على اساس مسافر؟ قلت له ايه هو كان مسافر واجى خلل، قمت ما اعرف يعني اتكلم. قال وانت هنا ايش عندك؟ قلت له اني اجيت قعدت بالبيت وكذا، وارد ارتب البيت وانظفه. قال ليش هو البيت فارغ؟ ظليت صافن بوجهه وقلت له ايه البيت كان فارغ. قال لعد العائلة اللي بيه والنسوان والزلم اللي طابين وطالعين منه ويرجعون بس بالليل، والأصوات العالية اللي تطلع من عنده مال الأطفال. قلت له ايه هذول أقاربنا بين فترة وفترة يجون، فبديت ما أعرف شلون يعني أفر السالفة. أخير شي قلت له أريد واحد بس يصلح يعني الدراجة هاي الهوائية كذا كذا. المهم دلاني قال تمشي وكذا وكذا، وبعدها تلقى سوق. والرجال كان حشري. بعدها صرخت بيه وقلت له انت ايش رايد من عندي يا رجل؟ اتركني. المهم تركني الرجل ورحت اتمشى وانا حاير. فعلا البيت كان مسكون بجن وبي امور غريبه جدا. المهم اخذت الدراجه الهوائيه ورحت، وبعد ما صلحتها الرجل صاحب الدراجات الهوائيه اللي صلح تفاجئ بيها كانه شايف له سياره من الطراز القديم. يمدح لي وصاحبها كان مسوي عليه فضل فلان وكذا. بعد ما كملها قال لي ما اخذ منك فلوس ابد. ومشيت وتقدمت كنت جوعان. لقيت محل طبيت اكلت يمه. الرجل بدا يتعرف علي فاكيد راح يشوفني بالايام السابقه. قلت له فلان قريبي، وقال ما راح اخذ منك، عجيب هالامر هذا. المهم رجعت للبيت بذاك الوقت يعني على الظهريه، حاولت انام لان راسي مصدع. بعد ما نمت قعدت المغرب لقيت واحد جالس امامي على احد الكراسي اللي موجوده ويطالع بي. فتحت عيوني جفلت. قال لي احنا مو اتفقنا ما تخاف؟ هذا الرجل ما كنت شايفه يعني بالليله السابقه. فقلت له انت منو؟ قال لا تستغرب، يجيك واحد كل ساعه بشكل الامر طبيعي جدا. وقال لي اليوم اللي انت مريت بيه هذا يوم انت ويانا كنت، احنا اللي مشيناك واحنا اللي دزيناك واحنا اللي خلانا العالم تتواصل وياك بصوره جميله جدا وسلسه. المهم طلب مني أكمل قراءتي بالكتاب وأخذ الحاجة اللي تفيدني، لأن إحنا بعد ما نقدر نظهر إلك وكذا. ومن هاي الأشياء اللي أنا كنت ما أفهمها بكلامهم اللي كان غير مفهوم. وفعلا بديت أقرأ وأقرأ وأقرأ، والكتاب كان يتكلم عن تحضير ملوك من الجان ينزلون الأموال عليك ويكاثرون الأموال ويضاعفوها بالتجربة والدليل، لكن مو أموالك، أموال الناس تأخذها تضاعفها تأخذ أرباح إلك. ما أعرف كانت القصة مال الكتاب غريبة جدا وطرق تحضير كذلك. المهم قبل لا يعني أحضر حاولت أتواصل ويا ذاك الرجل أو أروح عليه للسجن زيارة. رحت عليه زيارة للسجن وما كان عندي يعني فلوس ولا أي شيء. المهم كان الزيارة فقط. رح زرته وقال لي ها سويت ما سويت؟ ترى انا اخبارك توصلني بس اريد اسمع منك. قلت له خايف ومتردد. قال لا تخاف ما راح تنظر نهائيا، هاي انا بقى عمرش كبرى وما انظرت ابد. وبعدها خلصت الزيارة وعفته وطلعت ما افتهمت منه، بس لا تخاف ما راح تنظر تفيدك هاي السالفة. رجعت للبيت وقررت احضر ملك من ملوك الجان اللي يضاعف الاموال واللي يجيب لك اموال واللي يدليك بكنوز، وتقريبا يسوي كوكتيل مال هاي الامور يعني جلب الاموال الرزق وهاي الاشياء. المهم قررت احضره. كانت يعني شروطه صعبه جدا، يراد لك خلوه بمكان فاضي تماما ويفضل يعني بجبال باوديه ماكو احد، ولازم تروح وانت تاخذ وياك يعني هدوم نظيفه ما لابسها قبل نهائيا، او تشتري قماش ويعني المهم هدوم ما حد لابسها قبل جديدة. فانت اكيد بس القطع مال القماش راح تقدر تأمن بيها، لان الغلطة ويها الجن هذا او الملك يعني احتمال حياتك تروح بيها، لان ما راح يجي وحده، لان راح يجي ويا مجموعة من الجن كبيرة اعوان اله ويساعده وهو ملك، وإلى يوم معين وإلى طلسم معين وإلى أوفاق معينة وإلى عهد بينك وبينه معين، أشياء ما راح أقدر أتطرق إلها هي واسمه، لكن أذكر لكم بعض الحاجات. تقريبا 5 أنواع بخور يلا يظهر.
تجلس بالمكان اللي انت راح تروح بيه، وتقريبا شبه خلوة راح تقعد تقريبا بحدود 12 يوم. وبعد ما تسوي كل شروطه راح يظهر لك، ويظهر لك بشكل انسي تماما، ويا ناس اشكالهم غريبة، الوانهم مختلفة، اشكالهم مختلفة كذلك. هذا اللي مكتوب بالكتاب، وهذا من الجن المسلم. وبعد ما يظهر لك ويتقرب عليك لازم تسجد على الارض. السجدة ما كانت واضحة، لكن تقول بيها كلام وتقول بيها كلمة اله، لكن اللي كان مقصود مو رب العالمين اللي فهمته، او اللي حاولت افهمه، وكنت كل ما اريد شوية اشغل عقلي اكو شي يصير بالبيت يخليني انسى الموضوع. ضربة قوية، صوت مال اثنين يتعاركون اطفالي، وواحد يضرب الثاني، وعيطة عالية تقطع تفكيري. واغرب شي بطريقة تحضيره هي الصلاة. تصلي انت، وهاي الصلاة بدون سجود، ما تسجد. السجدة الاولى والاخيرة لما يظهر لك. وفعلا سويت كل الطقوس، جبت بخور، القطعة مال القماش اللي انا جبتها يعني حاولت الف بيها جسدي، ما طالع من عند حاجة، ولازم تكون باللون الاخضر، وجبتها باللون الاخضر، وخليت كل الاشياء. بذاك الوقت الطلسم مات تكتب على ورقة، وهذا الطلسم بيفد فقرة شون البند او العهد بينك وبينه. وبعد ما تكمل تطلع دم من جسمك من اي مكان وتخليه على الورقة، وبعد ما تخليه على الورقة الصفطة، ويوم اللي يظهر لك لازم انت تكون شاع النار، والنار مشتعلة، يعني مو بس جمر، نار وتلهب. اذا شمرت الورقة بنص النار والورقة ما اشتعلت يعني هو قبل، وهسه راح اقول لكم ليش. اذا تشتعل يعني هو رفض والورقة انتهت، اما اذا ظلت الورقة صاحي والنار تسعر فانه هو تدخل، وهو حاليا ماخذ الورقة لكن انت ما راح تشوف شلون ياخذها. وفعلا قمت اسمع اصوات، المكان اللي قعدت بيه كان مرعب حقا، وادي وبجبال، والصوت الى صدى مو طبيعي. بالنهار اصوات الحيوانات تتردد، وبالليل كذلك كان الصوت عالي. فبديت اسمع اصوات من جميع الاتجاهات، كانه ناس يعني جايه تركض، وصوت غريب جدا لحد ما اتضح عندي اكو شخص جاي. وورا ما اقول لكم يعني نفر او نفرين او ثلاثه، ما كانوا ينعدون، وكانوا يبينون منا كانه حيوانات، عيونهم كانت تنطي لمعه. وبعد ما تقربوا يمي شخص واحد انسي قدامي طبيعي، الطول مات تقريبا بال 190 الى 200، يعني كان طويل، وكان تقريبا شبه ضخم، وكان شكله يعني ما اقولكم مخربط انسي، لكن اللي ورا فعلا كانت شكونهم غريبة. ارددت بعض الكلمات اللي لازم اردها، وبعدها رميت الورقة اللي مكتوبة داخل النار، والعجيب الورقة ظلت تتقلب لكن ما تشتعل، يعني وافق. وبعدها مباشرة سجدت على الأرض، وأصلا ما أعرف لمن سجدت، ويوم اللي يسجد ما راح أتكلم ولا كلمة، وما أرفع راسي إلا أشعر أنه بالمكان هدوء، أول شموع اللي شاعلها طفت. المهم ظلت ساجد، والأصوات كانت تتعالى، وكنت أسمع كلام لكن ما أقدر أرد، أنه أنت خلص حاليا بيننا وبينك صار عقد، وإحنا قبلناك، وانت راح تكون ويانا، وراح نجيبك ونعلمك، ويعني من هاي الامور شلون لما تدخل المدرسة والمدرس يعني او المدير ينطيك فت خطبة، نفس الكلام. كنت بس اصطنت، وشوي شوي بدأ الصوت يختفي لحد ما على سجدتي حسيت ثقل فوقي كأنه واحد جلس، ما قدرت اقاوم، رجلي انفردت ووفيت. وصحيت الصبح طول الوقت اللي انا كنت بيه كنت اسوي شغلات ما اقدر اذكرها، لان شغلات مش مهزة جدا. المهم رجعت اني وغراضي للبيت، ومن انا حياتي تبدلت 180 درجة. وبعد ما رجعت للبيت نمت يوم اول ويوم ثاني بدون اي احداث، وبدون شعور اي حاجة غريبة بالبيت، يعني ما شعرت، الوضعية طبيعية. باليوم الثالث دقت الباب، رحت فتحتها لقيت شخص واقف. الشخص هذا
كأنه يشبه الشخص اللي موجود بالسجن أو ينطيه شبه بعمر شوية أصغر. فبدأ يقول لي أنا اللي راح أتواصل وياك وأنا اللي راح أعلمك. بدأ يعلمني أحيانا أكو شغلات ما أفهمها، أفقد الوعي وأحلم بتنام وأنا فاقد الوعي، أروح الأماكن أتعلم شغلات ثانية. المهم بعد ما تعلمت ظهر لي شخص بالليل، كنت باليقظة والشي اللي جاي أقوله واعي عليه تماما ما كان مهم. واقف بالزاوية ضخم جدا بعيون حمر، ما قدرت أقوم من مكاني. قال لي أطلب أي حاجة من عندي، أنت حالة نادرة واستثنائية وإحنا حابينك وأي حاجة تطلبها راح نسوي لك إياها. قلت له أنا أريد فلوس أكاثرهن لكن مو مال الناس، أريد أني أي مال عندي أكاثره. بذاك الوقت قال خلاص لك هذا الطلب. وبعدها قعدت الصبح، كانت عندي محفظة مخلي بيها مبلغ من المال بسيط جدا، قعدت لقيتها ما تنطبق بيها فلوس مو طبيعية، فلوس تضاعفت وبدت الفلوس تتضاعف. أروح أشتري من الناس وأرجع. غريب الأمر بيوم من الأيام عرفت أنه كل الأموال اللي أنا كنت أجمعها أموال زائفة، وبالنسبة للناس اللي صاروا يظهرون بحياتي وأنا أسولف لهم أنه أنا أقدر أكاثر الأموال أخذ من عندهم يطلعون مني ماخذين أموال. وهسه راح أقول لكم الطريقة شلون كانت. المهم بعد ما رحت للمدينة دخلت على محل حتى أشتري يعني من عنده، وبعد ما أخذت عدة حاجات وفتحت المحفظة مالتي حتى أحاسبه انطيته فلوس. وأول ما انطيته قالها شنو الورقة اللي منطينيها؟ قلت له فلوس. فبدأ يضحك ويقول لي أنت مجنون، هاي ورقة لونها أبيض. ما أعرف شنو اللي صاير. بعدها قلت له دهاك هاي الثانية. بدأ يطالع بيه ويقول لي أنت المحفظة مالتك كلها أوراق، أنت مجنون. فأخذ الغراض مني وطردني. طلعت برا طالع الفلوس كانت موجودة، وبهذا اليوم ما أعرف حسيت بخوف شديد وارتعبت وقمت أرجف وخايف، ورجعت مباشرة للمكان اللي أني ساكن بي وما وصلت إلا بعد تقريبا ساعتين. وحاولت أتواصل ويا جن ما كان موجود يمي أي أحد. وبعدها بيوم واحد تواصل ويا جن وقال أنت مو ممنوع تدخل المكان بقرآن أو آيات قرآنية. قلت لهم أنتم مو جن مسلم؟ قال إحنا جن مسلم لكن ما تدخل، احنا محرصين عليك انه انت ما تدخل. دخلت المكان وكانت بي آية الكرسي معلقة. هذا اللي صار كله، وانتوا تخيلوا القرآن ايش قد قوي امامهم. وبعدين اللي فهمته من الجن انه هاي الاموال اللي انا جاي اجنيها وجاي اخذها هي مجرد اموال زائفة، يعني كل اللي عندي الناس تاخذه على انه هو فلوس حقيقية. يعني المحلات اللي أنا كنت أشتري من عندها أشتري بأوراق، أنا متوهم أشوفها فلوس لكن هي مو فلوس حقيقية. هذا اللي كان يصير عندي. والناس اللي كنت أنا أكاثر أموالها من أموالهم، يعني هم ينطوني فأخلي بمكان وبعدها هم يروحون بطقوس معينة جايكم وأقول لكم بيه شلون يأخذون فلوس قليلة جدا والباقي عملة زائفة مجرد أن الجن يشوف كياها. وهاي الحالات تقريبا مذكورة بالقرآن لكن مو على أموال، يعني شبه لك أنت تشوف حاجة لكن هي أصلا ما لها وجود. وهاي ينخدع بيها الشخص اللي ما عنده إيمان، الشخص اللي يؤمن بهاي الأشياء إيمان قطعي. وأنا كنت مؤمن أن هم يرزقون. الصراحة ما كان عندي طموح يعني أشتري فد حاجة كبيرة، بيت سيارة، ما كنت محتاج. عندي أموال، أدخل عندي غرفة قامت ما تأخذ يعني مليانة ملي فلوس، أدخل عليها أشوفهم بيدي أطالع، أروح على المراية أوقف وفلوس، لكن ما أعرف. وأحيانا قمت أنطي برا، أنطي الناس فلوس، أكو ناس يطالعون بي ويأخذون وأكو ناس يمشون ويعوفوني. غريب الأمر جدا، ما راح أقدر أوصل لكم الصورة الكافية. المهم الطريقة اللي أنا كنت أكاثر بها هي قطعة من القماش باللون الأبيض. هاي القطعة مال القماش أخلي عليها فلوس مال شخص جايبها يريد يكاثر، إيش قد ما كان المبلغ أخلي من عندهم جزء والجزء الثاني أخذه لي. وكنت بذاك الوقت مخلفة حاجة تمويهية، هي عبارة عن كتاب، وهالكتاب هذا على أساس مال القرآن لكن هو فاضي، وحتى الجلاد مالته ما كان يعني
صاحي على أساس كتاب قديم. المهم يعني ما كان كتاب قرآن، وكنت مخلي سبحة وسجادة مال الصلاة، وبعدها يجي الشخص أطفي الإضاءة أشعل الشموع، هذا الشيء اللي مطلوب من عندي، وردد بعض الكلمات على الفلوس، والفلوس تقوم تتكاثر بعد ما أغطيها وأروح أكشفها قدام هالشخص هذا، وما كنت أحط العدد اللي تتكاثر به الفلوس. أما بالنسبة للرجل أوقفه بمكان بعيد وأقول له ما يصير تعدي هذا الخط، وبعد يعني ما يصير الفلوس وبهذا المكان وتتكاثر، ولازم المكان اللي أني أروح به يعني مكان غير البيت ماتي، يعني مكان خلا ومكان فاضي تماما. فهاي الأشياء ما تصير كانت دائما وياي مال تكاثر الفلوس. المهم سويتها يعني بحياتي مرات ما تنعد، المهم لكن هاي الطريقة. وبعد ما أكشفاني عليها ويشوف فلوس أرد أسدها، وبعد ما أسدها أخذ الفلوس وأقول له أنت ظل مثلا قاعد هنا لا تغادر إلا بعد ساعتين ثلاثة، أو أكو أصوات راح تظل تسمعها، يوم اللي تشوف هدوء أخذ الفلوس وروح، ولا تفتح هنا إلا ببيتك. وبيوم من الأيام صار الشيء اللي أنا ما توقعته أبد، اتعاركت أو صارت مشكلة بيني وبين أحد الجان اللي كانوا يعملون وياي وضربته. أكيد راح تستغربون، نعم الساحر أو الشخص اللي متمكن يقدر يضرب، ضربت أحد الجان اللي كان مشكل واختفى مباشرة من أمامي. من هالقد ما عملت وياهم صرت ما أخاف، ضربته يعني بيدي. وبعد ما اختفى وغادر سمعت صوت بإذاني يقول لي باعش راح أسوي بيك، وظلت إذاني يوم كامل اليسرى أطن طنين قوي ما أسمع بيها حاجة، وطنين مزعج بعد. ولما نجيت أرد أنام راح الصوت والهدوء، الله على الهدوء. بعد ما نمت بدقائق عديدة ما حسيت غير بشخص كان حامل سلسلة ضخمة جدا وواقف عند السرير وضربني ضربة قوية. وبعد ما ضربني هاي الضربة القوية صحيت، لقيته هو ويا أشخاص أربعة. قمت أردد بكلمات أستدعي الجن اللي أنا كنت أتعامل وياهم، لأن بعد هاي الطريقة كنت كل ما أروح ويأخذون المكان أجي وأنا مكتسب فت خبرة أو مكتسب جن بعد. والخاتم الواحد صار وأربعة. المهم اشتميت ريحة حاجة تحترق، والبيت كأنه بحرارة مو طبيعية، الغرفة اللي كانت بيها فلوس كانت مشتعلة بيها النار. بذاك الوقت اجيت ارمي بنفسي بالداخل، لكن ما اعرف شنو منعني، فلوسي والحاجات اللي جمعتها كلها احترقت. وبديت اطلع برا واصرخ واريد الناس يطفون، لكن ما حد قدر يطفي، والنار مسكت بالبيت بصورة مو طبيعية، الكتب والاشياء كلها احترقت. وبعد ما جو الدفاع المدني حاولوا يطفونه نفس الشيء، لغاية ما صارت الأشياء اللي بالبيت رمات تماما، والبيت كأنه هيكل، البوب تكسرت واحترقت والشبابيك كذلك. تخيلوا الحديد اللي كان على الشبابيك انصهر. الدفاع المدني يقولون أول مرة نشوف هيك حريق، وما عرفوا سبب الحريق، ولقوا أوراق كثيرة بعد هي ما محترقة على النص، لكن ما لقوا فلوس أبد. بالنسبة لي أنا كنت أشوفها فلوس ومحترية، لكن هم يسنون يقولون هاي الأوراق الفاضية البيضة شنو احتمال السبب من عندها. حتى أخذوا عينات كانت أوراق عادية. وحتى أكون دقيق وياكم، الحريق ما انخمد تماما إلا بعد الفجر، وبعدها صار النهار يطلع وأنا بحالة يرثى لها، وأنا أروح رجعت صفر ما عندي أي حاجة، بس الخواتم اللي كانت موجودة بيدي. وبعدها طالعت على الخاتم لقيت الخرزة مات أو الحجر على اللون الرصاصي أو الرمادي، فأكيد الجن موجود، وبديت أتلفت لغاية ما شفت واحد بعيد عني، رحت أتمشى وقال لي أنت سويت أشياء وأغلاط كبيرة وراح تتحاسب. ما مرت علي يمكن غير 4 ساعات وأنا تايه ما أعرف وين أروح، يمين بالشارع على يسار دايخ تايه، ما عندي أي حاجة أسويها اصلا، وما حسيت غير دوريه. توقف وتسالني انت اسمك فلان؟ قلت لهم نعم، قالوا اصعد. صعدوني بالسياره واخذوني، وما حسيت غير اني متهم بقضايا ما نصب على عالم، جايبهم مسوي لهم عده اشياء واتهموني ان الجن هم حرقوا هذا البيت ومن اللي قاعدك، وتحقيق
لحد ما دخلت السجن مرة ثانية، لكن كانت محكوميتي سنتين تقريبا فقط، ما أعرف ليش. بعد ما دخلت لقيت هذا الرجل جوا بعده كبير بالسن وحالته يرثى لها، وبعد لحد الآن ما طالع. يوم اللي شافني اتفاجأ وقال لي ما جيتني غير مرتين انت، وتذيه تاني أول راح تفيدني. قلت لي ليش هو انت بيش فدتني، جمعت وكل شي سويت وما حصلت. المهم الرجل ما طول غير يومين ولقوه ميت بفراشه، والمشكلة كانت الجثة مات باللون الأزرق. شنو اللي حل بيه ما أعرف، بديت أخاف ورعب شديد 24 ساعة بس أريد أبكي، كتمة بصدري وخايف من شنو ما أدري، ما أعرف شلون. يعني قمت أحس بتأنب بضميري الأشياء اللي أنا سويتها، لكن لحد هاي اللحظة كان قلبه مو نظيف. المهم بذاك الوقت طلبت إنه أنا أروح من هذا المكان اللي أنا كنت بيه، يعني أقدم على نقل، لأن المكان اللي مات بيه هو بديت أشوفه. كل ما أخاف وارتعب أشوفه يطالع بيه من بعيد أو ألقاه بدورة المياه. تو شايفين الدورات مال المياه يعني اللي تصير مثلا مكانات أو دوائر تكون مفتوحة، أحيانا أنا جالس ألقاه يطالع بيه من فوق. قربت أفقد عقلي، لكن بعد هاي الأمور اللي صارت كان عندي أمل أو بصيص أمل بقلبي. كبرت جدا بالسن وما عندي يعني أي أحد يساعدني. المهم ظليت منعزل، ومثل ما قلت لكم طلبت نقل. وبعد ما نقلت الحمد لله والشكر تعرفت على ناس نظيفين يصلون، تكلمت لهم بقصتي، الناس صاروا يتعاطفون وياي، يعني ما قالوا لي ساحر او شيء، وحاولوا يعني يقرون علي قرآن لكن انا ما بي اي حاجه. وسالوني وقالوا هذا الخاتم شنو بايدك، كان ضاب على اصبعي واصبعي ازرق. قلت لهم هو الوحيد ما قدرت اتخلص منه. بعدها طلبوا يعني من أحد السجانين يجيب كتر، وبعدها قصوا الخاتم هذا، وواحد من عندهم أخذه وجاب مي وحط الخاتم بي وبدأ يقرأ عليه. صارت مفاجأة قدام السجن أكمل، هو جاي يقرأ على المي اللي موجود والخاتم اللي كان بداخله اتكسر، الجلاس اللي كان من الزجاج النثر نثر. وبعدها بذاك الوقت قال أنا راح أقدر أتلفه بطريقتي الخاصة، وفعلا تلف هالخاتم هذا، لكن ما قال شلون تلفه، أكيد هي بالآيات القرآنية. المهم ماني بعد فترة يعني ما أعرف شلون طلعت فجأة، ما أعرف شلون صح واسمي ورحت، يعني ما كنت متوقع إنه راح أطلع. فقالوا تطلع أنت. بعد تقريبا سنة وأقل الشهر طلعت من السجن، طلعت وصفر. قررت أروح لوالد وأحاول يعني، أو إذا هو بعد عايش. يوم اللي رحت كان ما عايش، متوفي، البيت ما مسجلة باسم زوجته وكيد أنا الحصة. فقلت لها اسمعي، يا أما أنت تظلين قاعدة وياي يا أما تاخذين حصتك من البيت. وفعلا بذاك الوقت أخذت حصة من البيت، والبيت تقريبا يعني لي حصة وهي لها حصة، يعني قعدت بجزء من عنده. وبالنسبة لأولادها اللي على أساس هم أخواني كل واحد بصفحة متزوج وعايفين، وما قدروا يتدخلون أبد، لأن مثل ما أنا لي حصة هم هم إلهم حصص. والبيت كان كبير وكل واحد قعد بجزء. عدت فترة من الزمن وبجو يداعون، لكن أنا هنا قلت خلص اللي يريدوه خيسووه. وبعدها فعلا انحرض البيت ومباع، وبعد ما انباع قدرت أشتري بيت بقرية بعيدة، واشتريت حاجات ثانية أقدر أعيش عليها. وبعدها قمت أطلع وأشتغل بسن كبير، وأشتغل أبيع خضروات بأحد الشوارع، وشوي شوي حياتي تحركت ورضيت بالأمر الواقع. لكن الأغلاط اللي أنا سويتها أسأل رب العالمين يسامحني عليها، سويت كبار وأشياء ما تنقال نهائيا لكم. كنت موهوم، كنت أقول الجن المسلم موجودين ويساعدون، لكن الحقيقة يظهروا لك بثوب الإسلام لكن هم غير مسلمين. احذروا من دائرة الوهم، واحذروا من الناس اللي تتكلم ويقولون انه الجن المسلم يتحضر، وانه الجن المسلم تقدر تتعامل وياه، واي شخص يدعي انه هو عنده جن مسلم يساعد بيه الناس قل له انت كذاب وعلى مسؤوليتي، او تقول له هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. لكن قبلها انت لازم تكون نظيف، محصن نفسك وتقرأ آيات من القرآن قدامه. اذا قدر يسوي حاجة فهو صادق، بس أنا متأكد ما راح يقدر يسوي
أي حاجة، لأن القرآن سلاح قوي جدا تقدر تحارب به شياطين الإنس وشياطين الجن. إذا عجبتك القصة ادعمني بلايك واشترك لي بالقناة وفعل زر الجرس. واليوم القصة كانت طويلة شوي، ما حبيت أسويها لكم جزئين، يا ريت تشاهدوها مشاهدة كاملة، وانتظروني غدا بقصة جديدة إن شاء الله.